تواصل المديريات الأمنية بمحافظات المملكة حملاتها في تنفيذ القانون فيما يتعلق بمخالفي القرار الوزاري حول عدم ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحال التجارية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتابع المديريات الأمنية جهودها الميدانية في الشوارع العامة والمحلات التجارية لتحقيق التباعد الاجتماعي والتأكد من ارتداء المواطنين والمقيمين لكمامة الوجه. وفي هذا الشأن تواصل مديرية شرطة محافظة العاصمة جهودها في مكافحة فيروس كورونا من خلال حملات إنفاذ القانون بحق مخالفي ارتداء الكمامات بما يضمن السلامة العامة للجميع. الهدف من عمليات الرصد هذه تعزيز مبدأ الصحة العامة في المجتمع وحماية طبعا للأفراد ومن مواطنين ومقيمين، والجانب الآخر اللي احنا نهدف له من خلال عمليات الرصد هذه ضمان تطبيق القانون على الوجه الأكمل. طبعا عندنا في شريحة من المواطنين والمقيمين شريحة كبيرة ملتزمة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وممتثلة للقرار الوزاري الصادر. هناك أيضا في الجانب الآخر شريحة ونسبة من المواطنين المقيمين غير ملتزمة. طبعا هذه النسبة والشريحة الغير ملتزمة احنا نتخذ ضدها الإجراءات القانونية في موقع المخالفة، نحرر لمخالفة ونقوم بتحصيل الغرامة في موقع المخالفة. الحقيقة أنا ودي أوجه نصيحة للمواطنين والمقيمين بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمحلات التجارية والصناعية، بالإضافة إلى ذلك أنهم يحرصون على تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي. الهدف من هاي كله حفاظا على سلامتك أنت كشخص وكفرد، وأيضا حفاظا على سلامة المحيطين بك من أهلك من زملائك من أصدقائك في المجتمع. ترافق هذه الإجراءات حملات توعوية لأفراد المجتمع سعيا للوصول إلى مزيد من الالتزام بكافة التدابير الوقائية للحد من جائحة كورونا.